وقال لهم يا ما نبغيك الجنة.
فيمو الرسول جرات قبينا وسامحها صار قبل يصوم ما تهلا قال يا فجار والمسكينة وطريق الحسنات بالسلوم قال لهم يا من بغيت الجنة ونزرعوا في زازر اليوم معطى اليوم النام بن يمينة وما صار الاسلام ذاك اليوم بابك ربع عمر جاو حزينة وعثمان وعلي خيار القوم أم هل قال له يا بولاد في بولينا ولا تقطع الناس الهموم في موت الرسول جرات غبينا والسامحها الشاب قبل يصوم قال له تهلا في الجار والمسكينة وطريق الحسنات بالسلوم قال لهم يا من بغيت الجنة ونزرعوا في شازر اليوم عوكي شافي خاطو يا فاطنة ضربوها بلا طاش سالحموم